كتير، كنا حوالي اكتر من 300 متدربه، وده شغلنا سواء كان بقى الخرز او التطريز او الحاجات دي كلها. بفضل الله وبفضل المجلس القومي للمراه قدرنا ان احنا نطلع كل الانتاج الجميل ده، وبيساعدونا كمان يعني لما بنقف على حاجه وقلنا لهم عايزين نطلع المعرض قالوا لنا من عينينا وفروا لنا المواصلات وكل حاجه، كل حاجه كانت عليها. احنا كمان بندعي الجمهور ان هو يجي يزور، يعني جمهور العالمين يجي يزوركم ان شاء الله. الفكره اللي اقترحتها المتحده ان يتعمل المعرض بهذا الحجم خلى فرص كبيره جدا. دوي نوره تحت رعايه حرم السيد الرئيس. النهارده كل الناس بتتجمع في المدن الساحليه زي البحر الاحمر، هتلاقي برضو فيها، هتلاقي فيها محتاجين برضو المعارض دي، يبقى هتلاقي كل الاسر دلوقتي موجوده و... فلابد ان احنا نكثف يعني كل الاسره تكون متجمعه فيها. الوزيره قالت فكره ممتازه في احد اللقاءات ان انت قلت ان احنا عايزين نعمل في مطار القاهره معرض ثابت. انتوا اللي زي الحاجات اللي زي كده انا متاكد ان هتبقى فكرتك يعني فوق الممتازة، وأنا بأيد الفكرة دي. بحيث ان انت تقدر تغير الخلفيات، تدي مناظر مختلفه، تدي يعني ما بقناش زي زمان نغير التغيير. مش كله بقى، مش كله مش كله ديكور، لا الشاشات برضو كله دلوقتي، الشاشات دلوقتي وهي زي ما انت موجوده كده بتغير بتغير الحاجه. عندنا منطقه للاطفال السنة دي مهتمين بالأطفال بشكل كبير، عاملين نبتة، ده مشروع من بتوع المتحدة. حلو الإضاءة دي بالليل أكيد بتبقى المنظر مختلف جدا جدا، بينور المسرح كله. مين كان يصدق العالمين خلال كام سنة تبقى بالشكل ده؟ لا ده أنا عايز أقول لسعادتك إن بالليل زحمة زحمة. ما أنا شايف الفندق كومبليت، إحنا مش لاقيين مكان زحمة بجد. يعني إحنا دخلنا الفندق مش لاقيين أوضة دلوقتي. بقى بتجيبوا المحافظات تطلعوا بره ولا هنا بس في بنروح تعبر الشمس اسوان، مهرجان التحطيب، نروح مهرجان جبل نور، سافرنا تايلاند وسافرنا الهند. ما ده اللي بتكلم عليه، يعني نشر الفنون دي للعالم بره مهم جدا، يعرفوا حتى الثقافه بتاعتنا. طبعا التحطيب ده الصعايده كلهم يعني خدنا جائزه الابداع الفني من المجمع الثقافي الهند في كولكاتا عشان طابلوه التحطيب. عاملين بطولة السيدات النهاردة ويوم السبت الفاينل بتاعها، بكرة عاملين شباب حريفة العالمين، شباب اللي تحت العشرين سنة. عاملين الأسبوع اللي جاي بشراكة مع المتحدة عاملين حاجة، حدث كبير جدا مهم جدا، أفريقيا في العالمين، أفريقيا في العالمين يوم 23. البعثات الدبلوماسية الرياضية هيلعبوا معانا هنا، هتلاعب بعض أفريقيا. رسالة المهرجان ورسالة التعاقد اللي اتفقنا مع الشركة المتحدة فيه إن احنا نوصل أكتر من رسالة. عايز أقول لحضرتك الصناعة دي صناعة وطنية مصرية 100%، مصنع النجيل الصناعي وملاعب البادل دي احنا بنصدرها لأسبانيا، لإيطاليا،
ايطاليا لقبرص 32 دوله في العالم. ده مصنع موجود في السويس في مدينه كل الايدي العامله مصريه 100%. الملعب ده عاملين فيه تكنولوجيا حديثه، مش مجرد ربر ويطلع سخونه، احنا حاطين فيه مخلفات زراعيه، ودخلنا الكوب 28 السنه اللي فاتت، خدنا المركز الثاني فيها كملعب مستدام.